شهر انا وريهام، يعني احنا جينا 28 مارس والنهارده 28 ابريل، يعني يا دوب شهر. انا عايز اعلق على الكليب اللي احنا لسه شايفينه. الكليب ده هو طبعا الكليب بتاع الميكنج بتاع البيت بيتك وفريق العمل اللي كان شغال في البيت بيتك من اعداد واخراج ومصورين وما الى ذلك، وطبعا طاقم المذيعين الكبار يعني اللي حضراتكم حبيتوهم واحنا كمان حبيناهم، اللي احنا كنا بنتفرج برضو على البيت بيتك في البيت. الأستاذة ليلى رستم الإعلامية القديرة اللي قدمت مجموعة شباب كتير من كل قطاعات التلفزيون المصري بدأوا حلقات البيت بيتك 14 مذيع ومذيعة. ده حقيقي. أنا مش عارف، أنا اتأثرت جدا، ومش عارف مين ممكن ما يكونش اتأثر لما شاف يعني ذكريات عدت علينا كلنا كمصريين. مين ما اتفرجش على البيت بيتك ومين ما اتفرجش على مصر النهاردة؟ احنا شفنا يمكن بعض الحاجات الطريفة برضو اللي كانت في النص، ويمكن في حاجات احنا فاكرينها، ولكن هي ذكريات جميلة وذكريات بتالي صعب جدا الواحد ينساها. يعني المصورين كلهم متأثرين. كفاية كليب فات يا عماد. كده ده كليب التاني النهاردة. شفتوا حاجة. لا حقيقي يعني الاستوديو كله متأثر، يعني كلهم بنوا وأسسوا برنامج البيت بيتك ومصر النهاردة. كل الشباب اللي واقفين ورا الكاميرات وكل الشباب اللي موجودين في كواليس الاستوديو في أعمال كتيرة جدا ومختلفة، كلهم ساهموا في بناء البرنامجين، والحقيقة ليهم كل التحية. ولسه الكليبات متواصلة بتعرفكم عن كواليس البرامج دي اللي يمكن أول مرة تشوفوها ونشوفها مع حضراتكم. احنا يمكن شهر واحد بس يا ريهام، بس احنا لازم نعترف ان احنا لينا الشرف ان احنا تعاملنا مع الناس دي وشوفنا قديهم على قدر عالي جدا من المهنية والحرفية، ويعني احنا كان لازم ان احنا نخوض التجربة دي عشان ننقل لحضراتكم قد ايه العمل اللي بيحصل ورا الكواليس بتاعت مصر النهاردة، قد ايه عمل كبير جدا واحتاج مجهود شاق جدا عشان يخرج بالطريقة اللي احنا شفناها واللي احنا مستمتعين بيها. كفايه كده لان احنا هنتكلم تاني عشان ما ناخدش من وقت الضيف. ننتقل الى موضوعنا. موضوعنا عن النوبه وعن مطالب النوبيين، والموضوع الاساسي هل هو مطالب فئويه في الفتره الحاليه ولا هو احساس بالتجاهل لمطالب ومشكلات عديده بتمر بها النوبه. هيتحدث معنا في هذا الموضوع ضيفنا وضيف حضراتكم في الاستوديو الاستاذ مسعد هرقي رئيس مجلس اداره نادي النوبه العام بالقاهره. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا نور. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. بداية احنا عارفين ان المشكلة يعني ممتدة الى النظام البائد. احنا عايزين نعرف ايه اللي حصل لحد دلوقتي، وهل بعد ثورة 25 يناير ما هي المشكلة المتبقية، وهل حل جزء منها ولا ما زالت زي ما هي من زمان؟ انا حابب في بداية كلامي اشكر البرنامج واشكر فريق العمل الجميل اللي امتع فعلا مصر. عايز اقول ان احنا بنقول دايما مصر اولا، مش بنطالب باي حاجة حاليا لان في عدم استقرار لمصر. كل اللي احنا عملناه ان احنا طالبنا بس في الوقت الحالي بكرسيين لمجلسي الشعب والشورى، لان الفترة الجاية هيكون في انتخابات، فيجب ان يكون في متحدث داخل البرلمان يتحدث باسم اهالي النوبة. لكن لو بصينا للمشكلة ككل هي مش هتقضي معانا الوقت، لكن احنا درسنا وعملنا دراساتنا وابحاثنا، وده كان مفروض شغل الدولة اللي كانت تقوم بيه، لكن احنا اللي قمنا بيه. واحنا اللي قمنا بيه ده شباب القرية، صبيان القرية وبنات القرية عملوا الابحاث عشان نقدر يبقى عندنا قاعدة بيانات نقدر نتحاور بيها مع المسؤولين في الدولة، اذا كانوا سابقين او حاليين او اللي هيجوا ان شاء الله في المرحلة اللي بعد كده. الموضوع كبير لكن الدرس صح، في مطالب فيها أولويات، لكن مصر كلها فيها مطالب وفيها مشاكل، لكن احنا ما بنتكلمش على مشكلة عامة، احنا بنتكلم على مشكلة أربع هجرات من 1902 و1913 و1933 و1964، دي أربع هجرات متتالية لأهالي النوبة اللي كانوا بيقطنوا وكانوا بيحرسوا جنوب مصر، اللي هم كانوا الهجانة أهلنا. كانوا بيعيشوا على 350 كيلو شرق وغرب. حاليا يوجد جزء منهم في محافظة أسوان زي غرب أسوان وغرب سهيل وجبل تجوج والجزيرة وهيصة، والجزء الأكبر اللي هو تمت هجرته سنة 64 في منطقة نصر النوبة.
منطقة نصر النوبة اللي لما تم الهجرة فيها كان تم هجرة 17,000 أسرة، 17,000 أسرة تمت في مساحة 50 كيلو الهجرة. للأسف تمت بطريقة عشوائية، ودي عملنا كوارث حتى يومنا هذا. عشان كده الدولة من سنة 64 لما تم الهجرة اكتشف العيب سنة 68 ان الارض باجة وتنتفش والبيوت بتقع. والدولة بتصرف من سنة 68 الى يومنا هذا بتعمل حاجة اسمها احلال كلي وجزئي وترميمات، وهذا يعتبر اهدار للمال العام. دي من ضمن المطالب اللي احنا بنقول عايزين نحل المشكلة دي لانها مشكلة ازلية. فاحنا مش بنقول ان هي، لا احنا بنقول ان اهالي النوبة تهجروا من على ضفاف البحيرة، والمفروض اللي ساب بيته ياخد بيت، اللي ساب ارض ياخد ارض، لكن الى يومنا هذا لم جزء منهم لم يأخذ مستحقاته اللي هي مفروض الدولة تديها. هو عدد البيوت المتبقية، انا اسف ريان، عدد البيوت المتبقية من الاول اللي كانت لسه لم يتم بنائها كانت كام، وايه والرقم ده وصل لكام لحد دلوقتي؟ هو حاليا حتى يومنا هذا 5221 بيت لم اصحاب حق لم ياخذوها حتى الان. على فكره الصور اللي بتتذاع على الشاشه دي، دي صور البيوت بصراحه جميله، وبنائها في فن معماري خاص كده بيهم فقط. ده اللي اشاد بيها المهندس حسن فتحي البيوت دي، وقال ان هي اسلوب حياه اكتر منها. على فكره في المرحله الجايه هتشوفوا المناظر الطبيعيه ديت على ضفاف البحيره، لان ان شاء الله في شهر 6 الجاي هيتعمل، شهر 6 الجاي هيتعمل تسليم 2000 مسكن على ضفاف البحيره مره اخرى. اللي بيقيم هذا العمل القوات المسلحه، القوات المسلحه هي اللي بتقيم هذا العمل. فانا من مكاني ده بدعي اهلي وناسي ان احنا لازم ننجح في المرحله الاولى عشان يبقى بعد كده الست مناطق اللي تم الاتفاق عليها ان شاء الله يعودوا ال 5221 على ضفاف البحيره في اقرب فرصه. وحاليا بيتم النقاش مع المسؤولين في الدوله ان احنا نرجع، ومساكن الاحلال والتجديد اللي بتتم احلالها وتجديدها في منطقه نصر النوبه، لاما تنفذ في منطقه نصر النوبه بحيث ان هي ما تقعش مره تانية، لان البيت بيكلف المقاول بيكلفه 120,000 جنيه، لكن هو فعلي عشان البيت يبقى سليم مفروض 280,000 جنيه. فان هو يجب مهندسين يطلعوا يدرسوا الوضع، وعلى فكره دراسه الوضع في المنطقه دي تم دراستها عده مرات. فاحنا بننادي وبنناشد المسؤولين في الدوله حاليا ان كفى اهدار مال عام في منطقه نصر النوبه. طب ايه اهم المطالب يا فندم بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح 4000 عقد تمليك لمستحقين من اهالي النوبه بما يخص مشروع خزان اسوان؟ انا عايز اقول لمشروع انشاء خزان اسوان ده كان من 1798 فانتوا بتتكلموا فاصحاب حق لم ياخذوه، شوفوا دلوقتي بيدوروا انه يدوهم حق الملكيه للاراضي. فانتوا بتتكلموا في 110 سنة اهلا وسهلا تعالوا ملكونا الاراضي، بس في حقوق تانية كتيرة. بس انا مش عايز اتكلم في انه اهلينا النوبيين اللي تم تهجيرهم سنة 1898 لحد 33 عانوا معاناة رهيبة لفداء مصر عشان يسيبوا بيوتهم ويسيبوا اراضيهم ويتنقلوا في مناطق غير المناطق اللي كانوا بيتعايشوا فيها. دي كانت سببت أزمة نفسية لأهالي النوبة، وبيتمنوا ان يرجعوا تاني على ضفاف البحيرة ونرجع كما كنا. دايما نرجع ونقول لان احنا مرتبطين ارتباط وثيق بالنيل. حتة الحفاظ على الهوية النوبية يجب على الدولة الحفاظ عليها، وحتة ان الدولة بتقول انا هديكوا 75,000 جنيه عشان انت تصلح بيتك او عشان تسيب بيتك، احنا بنرفض ده، لان المفروض الدولة تحافظ على الانسان المصري المتواجد في جنوب مصر وهو النوبي. استاذ مسعد، معنى كلامك انه القضية ممكن تكون مش قضية اراضي قوي قد ما هي احساس بتجاهل حقوق في فترات زمنية مختلفة؟ هي مش تجاهل حقوق، هو حق يجب ان يؤخذ، هو الحق ما اخدهوش. فشيء طبيعي ان تلاقي ان في تلاقي ثوره جواهم
فين حقنا اللي احنا المفروض كنا ناخده؟ طب جمال عبد الناصر، رئيس جمال عبد الناصر قال سوف تزدهر النوبة وبعد ما البيت بالبيت والأرض بالأرض، هذا لم يحدث. وجي بعديه أنور السادات وهذا لم يحدث مع أنور السادات. وفي عهد حسني مبارك بدأوا ينظروا إلينا بعد ما بدأنا احنا نعمل الدراسات بنفسنا، وبدأنا نعمل أبحاثنا ونقعد ونقول احنا نعمل دراسة، ده شغل دولة مش شغلنا احنا. فمن هنا بدأوا ينظروا إلينا، وبصراحة في اتفتحت لنا البنك لما لقوا ان احنا بنتكلم بالعقل والمنطق وان احنا عايزين نعود على ضفاف البحيرة. وفعلا اخذنا، تم رصد مبلغ 2 مليار جنيه لعمل اول مرحلة، وفي 6 مناطق ان شاء الله في المرحلة الجاية تكون اسرع مع النظام الجديد، وحنستمر برضو لحد ما ناخد حقنا لو ما كناش احنا اجيالنا برضو اللي يجوا بعد كده. طب هو كان في مظاهرات قدام مجلس الوزراء مؤخرا، هل المظاهرات دي كانت بتطالب بنفس المطالب اللي حضرتك بتقول بيها ولا كانت حاجه ثانيه؟ لا، انا سعيد جدا ان الشباب النوبي طلع عشان يعمل حاجه جميله، وانا كنت سعيد وهم بيعملوا المظاهره دي، بس هم كانوا طالعين لهدف واحد اللي هو كرسيين للبرلمان. لكن في طبعا بعض الطوائف الاخرى دخلت واتكلمت كلام ملهوش لازمه، ان وادي كركر لا، ان مشروع توشكا لا لا، ده هي مستقبل مصر، هي المنطقه اللي احنا فيها هناك دي. ونصيحه لكل مواطن النوبه ينتبهوا لعدم الفتنه الداخليه، ولاجب ان احنا نحط ايدينا في ايد بعض، لان المرحله الجايه محتاجه ان احنا نتكاتف عشان ننجح المرحله الاولى، والدوله تساعد معانا وتساهم عشان تنجح الست مناطق اللي ان شاء الله هتنفذ في خلال المرحله الجايه. اخيرا، حضرتك من انصار انه يكون في مطالب حاليه من النوبيين، ولا من الممكن التريث والانتظار حتى يتم استقرار الامور في كافه القطاعات بالبلاد؟ انا بقولها دايما، مصر اولا، يجب استقرار مصر، لان لو مصر ما استقرتش احنا كلنا مش هناخد حاجه. احنا عايزين نستقر الاول، نتريث في اخذ القرارات، نتريث في اي وقفه احتجاجيه نطلع فيها، عايزين مصر اولا واخيرا. بعد كده انا متوقع ان شعب مصر كله هيقف جنب النوبيين. يعني حضرتك برضو مع مطالبهم دلوقتي، ولا انهم يصبروا شويه؟ لا، ولا يطالبوا بكل القوة؟ لا، احنا لا نطالب الان، احنا بنطالب الكراسي، والحمد لله كرسيين مجلس الشعب والشورى تم الموافقه بيهم. احنا حاليا نقف انتباه وتحيه لمصر، ولا نطلب باي شيء الا بعد ان تستقر مصر. عظيم، ده كلام جميل. احنا بنشكر حضرتك جدا الاستاذ مسعد هركي، رئيس مجلس اداره نادي النوبه العام بالقاهره. شكرا شكرا لك. شكرا لك. احنا فاصل وهنرجع لحضراتكم مره ثانيه.